ونفتح الآن ملف حوارنا الثاني هذا المساء لنستعرض أوجه التداعيات الاقتصادية المحتملة للوضع في اليمن على الساحة السعودية. إذا بدأنا بالمواد الغذائية فالواضح أن أسعارها في الأسواق التجارية في المملكة لم تتأثر بمخلفات الأزمة، كما أن الأسواق الاستهلاكية لم تواجه أي نقص في السلع حسب ما ينقله تقرير مراسلنا درويش الطويل من هنا من الرياض. مع مرور نحو شهر على بدء عملية عاصفة الحزم، لا يبدو هناك أي مؤشر على تأثر الأسواق داخل المملكة العربية السعودية بتلك العمليات العسكرية. يقول المسؤولون بالمملكة أن انتشار الحدود السعودية بامتداد كبير ووجود عدد كبير من الموانئ البحرية ساهم في وجود السلع والمواد الغذائية بالأسواق. المملكة مثل ما معروف اقتصاد مفتوح، لا يتوقف على يعني استيراد من دولة واحدة، أو لا يتوقف أيضا على استيراد من مكان واحد أو من طريق واحد. هو جغرافيا المملكة الحمد لله يعني لها منافذ متعددة، وأيضا لها علاقات اقتصادية بالكثير من الدول، واقتصاد مفتوح، ومن قديم الزمان والواردات والصادرات مستمرة. المستهلكون أيضا كان لديهم نفس الرأي، ولم يبدو أن تأثير العمليات العسكرية التي تنطلق عبر الحدود الجنوبية للبلاد قد طالت ما يشترونه من سلع سواء على مستوى السعر أو الوفرة. لا، الحمد لله الأمور طيبة، ما لاحظ أي نقص، جميع الأسواق متوفرة فيها المواد الغذائية كاملة لله الحمد. الوضع مستقر مثل ما هو، ما في أي تغير، المواد الغذائية متوفرة، الأسعار ما في أي زيادة أو نقص، متوفر كل شيء. ومع تنامي التحذيرات من أن يستغل أحد الوضع الحالي، أكدت الجهات المعنية أنها لن تتهاون مع أي جهة تحاول استغلال الوضع الحالي وتقوم برفع الأسعار. أكد المستهلكون أن جميع المواد الغذائية متوفرة في جميع الأسواق التجارية، وأن هناك تراجعاً في الأسعار، وأن المواد الغذائية متوفرة بجميع فئاتها وأشكالها. درويش الطويل، سكاي نيوز عربية، الرياض. وفي المقابل، هذا الاستقرار الذي تعرفه أسواق البضائع والمواد الغذائية، كيف يبدو المشهد في الأسواق المالية وعلى المستوى الاقتصادي بشكل عام؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه مع ضيفنا هنا في الاستديو، الخبير الاقتصادي السيد ثامر السعيد. أهلا بك لسكاي نيوز عربية. بعد 27 يوم تقريبا من عملية عاصفة الحزم، هل من تأثر على الاقتصاد السعودي؟ أول شيء مساك الله بالخير، وطبعا السادة مشاهدي سكاي نيوز عربية، شكرا على الاستضافة. طبعا في البداية لابد أن نقول أنه بعد 27 يوم من عمليات عاصفة الحزم، إن شاء الله يكون النصر حليف السعودية وحلفائها. أود أن أنا أتكلم بداية، يعني خلينا نقول قبل 29 يوم، لأنه العمليات بدأت مساء. كان في ذلك اليوم أبغى أخذ السوق المالية في اليوم الذي أعلنت فيه بعض الأخبار أن هناك تحركات عسكرية في الحدود الجنوبية للمملكة دون أن تتضح الأسباب. كان هناك تراجع قوي في سوق المال السعودي بنسبة 5%، لأنه الأمور لم تتضح والصورة لم تتضح، فبالتالي الأسواق حساسة، والناس أيضا عند الاستثمار والحركة رؤوس الأموال أيضا سريعين الأكشن، يأخذون الأكشن بشكل سريع. لما بدأت العمليات ورأى المستثمرين أنه عاصفة الحزم اليد طولة فيها للمملكة العربية السعودية وحلفائها، والتغطية الجوية والتأمين الجوي والسيطرة، عادت الأسواق إلى التعافي مرة أخرى. هذا إشارة إلى أن المتعاملين في السوق المالي وهم الأكثر حساسية واثقين أن الظروف الاقتصادية أو المعطيات الاقتصادية للمملكة لن تتأثر في القطاع الخاص، في الأعمال، في التجارة. وأيضا أضيف إلى هذا أنه في المملكة نحن طبعا أكبر مصدر للنفط في العالم، لم تتأثر أسعار النفط منذ بداية عملية عاصفة الحزم حتى اليوم إلا مع المعطيات الاقتصادية البحتة. كنا مثلا نسمع ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية، تنخفض أسعار النفط، ليس هناك قلق بأن إمدادات النفط من المملكة ستنخفض أو تتراجع أو تنقطع، أو أن هذه العمليات العسكرية التي تتم الآن ستؤثر على الوضع الاقتصادي والوضع النفطي. أو يعني سأتوقف معك على هذه النقاط طبعا بشكل مفصل، لكن دعني أتحدث بداية عن سلوكيات الناس من ناحية مستويات الصرف وأيضا شراء مستلزمات ربما الغذائية أساسا. هل هناك تغير ملحوظ في هذا الجانب؟ أنا أتصور أنه لم نشهد يعني تغيرات في
عملية أو سلوك المشترين والمستهلكين في المملكة، لأنه يعني إحنا يعني لازم لم نشهد يعني لم تصدر تقرير سام الشهري عن العمليات المصرفية، لكن أعتقد من المشهود ومن المشاهد في الشارع اليوم والعمليات التي تتم أنه لا، كل عمليات الصرف والاستهلاك والمشتريات تتم كما كانت العمليات بشكل طبيعي كما كانت الأمور قبل عملية عاصفة الحزم. لذلك لا أعتقد أن هناك شعور بالضعف أو شعور بالقلق لدى المتواجدين في المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين. طيب، يعني سوق المال تحدثت أنه يعني وهو دائما حساس عن أي متغير، ربما تصريح سياسي قد يتأثر الآن حالة وتحرك عسكري، لماذا يبدو هذه المرة ليس حساسا كما هي العادة؟ ممتاز. أنا زي يعني أنا بدأت حديثي بالفترة التي كان فيها الغموض، كنا نسمع عن أخبار تواجد عسكري في الحدود الجنوبية وكان هناك تراجع من السوق المالي هنا. هذه حساسية الأسواق المالية، لا أحد يعلم ما الذي يحدث. كانت وزارة الدفاع وكان أيضا حكومة المملكة واضحة وشفافة وصريحة، البيانات تصدر بشكل يومي، العمليات توضح من الناطق العسكري بشكل يومي، هذا يجعل الناس في الصورة. وضعنا نحن كمستثمرين أو المستثمرين في السوق المالية أيضا داخل إطار الصورة، وعلمنا أنه إن شاء الله يعني النصرة والقوة بيد المملكة وحلفائها. لذلك انعكس هذا مباشرة بعد أن كان التراجع القوي في في يوم ما قبل عملية عاصفة اقتصاد الخليج والسعودي تحديدا أيضا يعني مرتبط بأسعار النفط. صحيح. يعني ما الذي حدث في هذا الجانب تحديدا؟ هل لنا أن نقترب من هذا الجانب معك؟ يعني زي ما ذكرت أسعار النفط أيضا كانت ثابتة، يعني كانت مستقرة، لا تقلق يعني المستثمر المستهلك النفط في العالم. هل هناك دعم معين يعني؟ لا، ليس هناك دعم، بالعكس أسعار النفط كانت تتراجع بشكل حاد منذ سبتمبر 2014. تراجعت بنسبة تجاوزت 50%. صدقني لو كان المجتمع الدولي أو المجتمع الاستثماري والمستهلكين النفط العالميين يشعرون بأن هناك قلق من وصول الإمدادات إليهم لما بقيت الأسعار عند مستوياتها الحالية تقريبا عند مستويات $60. لكن كنا شهدنا قفزات قوية يسجلها النفط. لذلك هذا أيضا يعني يعطيني شعور بأن المجتمع الدولي والمجتمع الاستثماري الدولي لا يشعر بالقلق بأنه قد تنقطع الإمدادات السعودية النفطية. حتى أضيف نقطة أخيرة، الوزير علي العيمي صرح بأن مستويات إنتاج النفط 10 ملايين برميل يومي وهي ثابتة عند هذه المستويات القياسية. هذا أيضا دلالة إضافية إلى أن كل الأمور الاقتصادية تجري على الرتم نفسه دون أن نشعر بأن هناك فعلا عمليات عسكرية وحرب. يعني تصريح وزير النفط السعودي يدفعني إلى سؤالك عن الدور المطلوب على الحكومات والحكومة السعودية فيما يتعلق لمواجهة أي تداعيات أو أي هزة قد تؤثر مستقبلا على يعني على الاقتصاد. طبعا أنا ببدأ من هنا بقول أنه طبيعي تكاليف هذه الحرب ستنعكس على ميزانية المملكة العربية السعودية في نهاية سنتها المالية الحالية، وهذا أمر طبيعي لأنه هذه تكاليف ضخمة. في حال أنه وجود مثل هذه الظروف التي نمر فيها في المملكة اليوم، التحوط هو أساس دفع كل المخاطر التي قد نتعرض إليها. في العشر سنوات الماضية منذ أن يعني استلم الملك عبد الله يرحمه الحكم، بدأت الاحتياطيات في المملكة تتضخم وتتزايد بشكل سنوي حتى وصلنا إلى رقم يقارب 3 تريليون ريال. أعتقد مثل هذه الأرصدة هي أحد خلينا نقول جدر الدعم التي تكون أمام التقلبات أو أمام كل هذه التحديات التي نشهدها اليوم. يعني في دقيقة الآن تحدثنا عن الحكومة وأيضا نتحدث عن المجتمعات والأسر، ما المطلوب من الأسر أو الأفراد في التعامل مع هكذا معطيات من الجانب الاقتصادي؟ يعني أعتقد أنه توفير جزء من النقد، لكن ليس هناك مخاطر تجعلنا نزيد من يعني من حدة التحذير والترتيب، لكن لابد انه توفير النقد دائما يكون ذا قيمة في ظروف مماثلة. لكن الحمد لله لا أحد يشعر بأن هناك فعلا حرب قائمة تقودها المملكة العربية السعودية، وهذه أحد نعم الله علينا الحمد لله. إذا نشكرك سيد ثامر السعيد الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وعلى هذه المشاركة.